مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج شو تحب. مثل ما عودناكم بكل حلقة من حلقات البرنامج نستضيف نجم واسم مهم في خارطة الإبداع العراقي. اليوم ضيفنا نجم في عالم الشعر، شاعر صاحب كم هائل من القصائد الجميلة ومقدم برامج أيضا ناجح. فراح نتعرف على جانب تقديم البرامج وجانب الشعر، لكن بعد ما نتعرف عليه ويملينا استمارة مال البروفايل ونقول لكم من هو. تفضل استاذ. الاسم الثلاثي واللقب أثير محمد علوان التميمي. نرحب بأجمل ترحيب بضيفنا ونجمنا الشاعر البصري العراقي أثير التميمي. حفظك الله سيد، شكرا لك يا حبيبي وأتمنى لك التوفيق بهذا البرنامج. الله يخليك يا حبيبي. ليش قلت البصري العراقي؟ لأن أنت من البصرة لكن أنت ملك العراق. الله يسلمك يا حفظك. تسلم لي سيد. تولد يوم شهر سنة 5/1 1980. مسقط راسك شط العرب 1999 تمام. صار هواي يعني، يعني حسب اللي اتذكره. اي ممكن يكون قبلها يعني. ايه ممكن تمام. ايه شخصيه تاثرت بها سيد البلغاء علي بن ابي طالب عليه السلام. شو اخذت من هاي الشخصيه؟ قياسه الحكمه احنا ما ممكن انه يعني نقدر ولا لو جزء جزء ما نقدر انه نوصف نفسنا مع علي بن ابي طالب ولا نقدر انه نحذى حذوه صراحه يعني. بس واحد يعني، ولكن هذه الشخصيه يا اخي تاركه بداخلك اشياء اشياء مو شيء يعني، تجي من الكرامه من الكرامه من الشجاعه من كلهن من كلهن علي بن ابي طالب سلام الله. هو انا قلتها سوت قراتك شفتك تكتب باعت على القلم كتب ابي طالب عرفت علي بن ابي طالب قلت لك يعني من الشجاعة من كل شيء من كل شيء. قضية لا تكرر على ابن أبي طالب. صح صح. أم جزء مسيرتك كثير أمور أهمها تقديم البرامج. نعم. شلون جيت البرامج؟ أنا سبق وأن كنت مقدم إذاعي. نعم يعني قبل سنوات بعيدة مو هسة. واضح. أي صار عن طريق يعني تحياتي الحبيب قلبي مسلم الربيعي. اتصلوا بي القناة فصار الاتفاق، رغم انه كان عندما انعرض علي الموضوع كنت اتمنى موسم توارد يعني باعتباره برنامج الى موسمين سابقين. نعم طرحت اكثر من اسم ولكن كان اصرار انه يكون الاسم نفسه. بعد الادارة والقناة نعم ابو المال يقول لك انا مو اي اسم رايدة ف شو اللي كان ببالك اسم؟ ورقة وقلم. ورقة وقلم. اي كنت مقدمة بالسي في ورقة وقلم يعني. حلو الاسم. حلو. بعد ابو الطوب ابو الفلوس. مو؟ اي. رائد توارد. يوم حياتك لن تنساه يوم مرض والدتي. اي. الله يحميه. الله يحفظك. ويشافيها. الله يسلمك يخليك. الله يسلمك يخليك. اي هذا يوم ما ممكن انه انساه بحياتي يعني. يوم اللي يعني طلعت ولقيتها مجلوطه يعني واخذتها ورحت بها المستشفى، هذا يوم اليم ما ممكن انه ينمح من ذاكرتي يعني. ان شاء الله شفاء. الله يحفظك سيدي. يحفظها لك ان شاء الله. الله يسلمك ويخليك حبيبي. انت عاطفي جدا، انا مستغربك صراحه. اي وبالذات يم الام يعني. اي بالذات يم الام، هسه اكو امور لا تلاقيني جلد بيها. اي بس يم الام. يم الام لا، نقطه ضعفي. كل الواحد عزيز ما تعوض. اي والله. لا بيضانون كلها الاعزاز. بس الام ايه؟ تتميز. صح صح. فقرة البروفايل خلصت، هسه عندنا فقرة شو تحب؟ هسه شو تحب نطلع فاصل؟ انا احبك انت. انا اموت عليك. فاصل ونكمل.
اكيد بعد الفاصل نرحب بمرة اخرى بضيفنا سلمك يلا سيد اثير التميمي. عندنا فقره شي تحب وهاي الدورق ثلاثه ظروف اختار من ظروف وطيني انت. خلينا نقول هذا الازرق جميل جدا. تفضل شوف الأسئلة. السحبة قوية هاي. ها؟ السحبة قوية. أنا ما أتواجه بالأقسام. تلاف مو بيه. نبدأ بأول سؤال. نعم. شو تحب تكون شاعر لو مقدم برامج ولو خيرت إنك تترك واحدة منها إيش راح تختار؟ افتراضين جاني. سيد هذا خليني أجاوبه براحتي. أيه؟ السؤال إيه. أنا بالنسبة لتقديم البرامج بصراحة زحمة أنه أحسب نفسي على الإعلاميين. أنا مقدم برامج ما أنحسب على الإعلاميين لأنه هذه التسمية كبيرة مع جل احترامي لهم أقدرهم ولكن ممكن جبرتني الظروف أنه أكون مقدم برامج. أو جاي ما تقدم أنت مثلاً برنامج سياسي؟ لا هو باختصاصي من ضمن اختصاصي ولكن يا سيد من ضمن اختصاصي ولكن لو ما الظرف جبرني ما أقدم برنامج أكون فقط يعني حافظ على نفسي كشاعر وبس. نعم. اليوم أصبحت عشرات المنتديات. نعم. أكثر منتدى من تقرأ بي ترتاح وتحس أكو تفاعل من قبل الجمهور. أنا صار لي ما يقارب 10 سنوات أو أكثر ما أصعد منصة. ما صعد منصة السبب؟ لا خلص طابت نفسي من الموضوع. طابت ليش طابت؟ بعد جاي أشوف أنه مو جوي. جاي مو جوي. ها مو جوي. مو جوي. تمام. رأيك مقدر ومحترم. الله يسلمك. شو تحب الشاعر الثابت على رأيه أم المجامل وأحيانا المجاملة مطلوبة من أجل أنه تمشي المركب أو مثلا جبر خاطر أو؟ سيد هذا جوابه شوية ما راح أجمله لك. لا أنا يمكن من الناس اللي في يوم من الأيام قلت كلام وبعد فترة لقيتني تراجعت عنه قلت واني شاعر وتراجعت عنه واني مقدم بحكم عملي كمقدم. من أرجع تسألني نفس السؤال كشاعر أنطيك نفس الإجابة اللي أنطيتك إياها أنا كشاعر، أما كمقدم لا أجامل لنجاح البرنامج. نعم. من تكتب عن الحسين عليه السلام تحب القضية نفسها؟ لو تحب مثلا أن يكون في رصيدك شيء عن القضية الحسينية؟ لا بالذات القصيدة الحسينية أكتبها لله سبحانه وتعالى. لا أدور بها شهرة ولا أدور بها أنه أستفاد منها ماديا ولا هذه الأمور. انقسم الجمهور بين حضور الأماسي ومتابعي السوشيال ميديا، شنو تحب بيناتهم؟ ما فهمت السؤال. نفسك نجم سوشيال ميديا؟ أنا؟ إيه؟ لا يعني مثلا إذا أنت ما تحضر منتديات تلفزيون هسه حاليا التلفزيون مو الكل يتابعون التلفزيون اللي نجم حاليا بمواقع التواصل الاجتماعي. لا أنا وحتى قصائدك اللي وصلت اللي هي دارميات أو قصائد جميلة عن الأم وغيرها وغيرها حق مشاهدات مليونية أرقام. نعم. هذا مو أنت جاي تحكي، أنا إيش أحكي وحتى يجوزك ما يحبك واحد هم يحكي يقول أثير مشاهدات مليونية. سيد مو هي بها استرسال يعني أنا مو اليوم جيت فجأة حتى أنحسب على هذه الجهة. حالياً. أي. السوشيال ميديا ضافت لك؟ أي طبعاً. أي طبعاً. ولكن أكو ناس جاي يستعملوها بطريق خاطئ. تمام. الشهرة والنجومية أخذوها ولكن بمحتوى مو صح. صح. نعم. في برامجك الشعرية شو تحب تستضيف الشباب لو النجوم؟ نعم. إذا ترجع علي يعني؟ إيه. أنا شخصيا أنا أتمنى أنه يتحول البرنامج الشبابي. راح يحقق نجاح مثل ما جيب نجم؟ أي طبعا. شلون؟ طبعا. الناس تريد نجم تقول هذا يسمعون قصيدة. أي مو هي هذه المشكلة عندنا إحنا سيد، مشكلة أنه إحنا خلص إذا لزمنا بشيء خلص قضينا بيه. احنا المفروض انه نشوف الشباب طاقات راقية عندنا بس، ولكن من تجي يعني اليوم انا اقدم حلقة اذا اسم مو بارز ما تاخذ الحلقة صدى، وهذه الجمهور تعبنا بيها بصراحة.
من تجيب شاعر حقيقي ما يباعون الحلقة، صدقني. مرات شاعر يعني يسوي لك فد أكشن تلاقي الناس أنه تتابع، وبالتالي هم جاي يتابعوه، بالتالي أنه يجي يسيلك أنت كمقدم. هذه الوجوه ما طيب، أنت ليش جاي تروج للشاعر إذا كان مو بالمستوى المطلوب؟ ليش أنت جاي تتابعه؟ أنت لا تتابعه حتى خلص بعد ما نجيبه احنا. نعم. طيب مو أنتوا العناوين اللي تكتبوها شاهد مدري شنو، يصير فضول عند الإنسان، لازم تخلي يشوف مشاهدات، لكن مو مقتنع. أسئلة مرات أنت تحرجهم، مثلاً كنت أستاذ الثير. نعم. أنا من أقرأ تعليقات مرات يقولون المقدم أثير التميمي. نعم. أستاذ الثير يعني يفتعلون الأكشن، هذا موضوع حقيقي مال مثلاً هسه أجيب فلان أقول له الوردة لا تهديها لفلان شاعر، لا لا ما عندكم. لا هذي. أولاً هذا استصغار من شخصية الضيف. أنا إذا حضرتك هسه تقول لي سوى أنت جاي تستصغرني، وأنا ما أمشي بيد المقدم، لا أنا رجل وإلي شخصيتي. صح. تمام. أنا شاعر استلافيته. ودي هسه أنت حتى ما قلت ليش محضر الأسئلة، ما أعرف والله. أي فعلا. تمام. أنا أيضا الضيف ما سولفنا بهذه المواضيع، هاي خصوصية المقدم ما تفرض عليه شيء. رحم الله والديك. هم يقول أنه متفق ويا الضيف، لا ممكن بعض الأسئلة بعض الأسئلة، لا 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 بعض الأسئلة ممكن هو يريد هذا السؤال ينسأل. فهمت علي شلون سيد؟ أيوة. أقول لك سيد اسألني هذا السؤال لأنه بداخلي فد شيء أرد أجاوب، أرد أوضح. أيوة. هذه ممكن. نعم. صح. أيوة. كم قصيدة هجاء عندك؟ وش تحب من الهجاء بالشعر؟ والله هو 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 لون يعني. أيه. لازم انه تكتبه لون الفرسان، اي لون لازم تكتبه يعني. أيه. كشاعر لازم تكتبه، اما انه اتقصد اكتبه ممكن كتبته مرات هجاء ضد الباطل. اي ممكن، مو بالضروره انه انا اهجي والله اني احكي على او انافق، لا انا مثلا ضد قضيه او صح. مثلا واحد مثلا عالم بلدي او ممكن. واحد اكتب انا من اجل قضيه. اي اي كاتب هذا الموضوع. نعم. علم علي من هجيت يعني اسمعك لو سمعني. اي ابد. اي ابد ما تلوي شف جفوف الايام. نعم. الشماتة بهاي خل تقطع رجاها. أي. الشمس لو ما تسير تقعد وياي وعلم نختاض عنها قطع ضواها. الله. الغيمة اللي ما تجيني منعطش فياي اذا بتماي خل تبقى بسماها. الله. يكون اقطع نسلها واخنق الماي ومن البيزود خل يفزع وراها. الف روح ببرد بالكرتج في يوم نشر ما شوف بيكم رجفاها. أنا اختار الغزالة تدخل البال وأود أمثالكم تركض وراها. الله. لا تحفروا لي ما سامع هوا يطيح. ايه. الوردة تميل من يذقن نداها. صح. غشيم الهد علي ولاف للثام. ايه. أعرف تشيلة المن من صداها. وغشيم الشمعة رادت تاخذ الصيت. ونطت للنار سرها ومحتواها. ما تدري بضواها فكارها تموت. الله. وجنت على الخيط لتحامى بقفاها وانا مغمض وجيس الميم بالماي. والنعم. والف منكم تهجه وما قراها. اقومها تهد كتاله وتطيح واردها اردها جنازه من تشتد قواها. واذا كلمه دخيلك باذن تنقال. ايه. عراضه شيخ اسوي له الحجاها. انا منحش المراجل مو حش لسان. الحصن وشيوخكم عبد اشتراها. الله. وانا من عيوني ترمش مو نقص نوم نختن الدنيا وصل لكم هواها. الله. وسلامتك. الله الله حبيب قلبي سيد. الله. يعني ببرامجك صارت بعض المشاكل. نعم. وصلت قضايا يعني صارت قضايا عام. نشوف مثلا فلان نزل ببيان او فلان. نعم. تعرف جاسم. نعم نعم. تنقهر. شاعر عباس عبد الحسن تقصد. أبو الفضل. أي ألف تحية. طيب. للطيب الإنسان الراقي. نعم. أبو الفضل. يعني أنا أعتبر شهادتي مجروحة. أخونا الكبير وصديقنا وصديق الكل يعني. صح. ما عنده هاي العقد. صديق صغير وكبير أبو الفضل عباس عبد الحسن اللي عاشره وتقرب منه يعني إنسان يعني ما أعرف شو أقول. حبيب. طيب إلى حد الطيبة. حبيب والله. ورجل طيب ومتسامح وكل الصفات الطيبة بعباس عبد الحسن. لكن بسبب برنامجك طاحت النرد علي. لا 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 عباس عبد الحسن عباس عبد الحسن هو رجل
كفو واسم مهم، شاعر مقاوم، ما ممكن انه تفاصيل تاثر على عباس عبد الحسن. لا شلون اثرت عليه؟ تاذه نفسيا، تاذه؟ لا ما يتاذى، ما يتاذى، لانه من حبيب الحبيب فما يتاذى. اكيد هي من حبيب، من حبيب الحبيب خلص، مو عدو اللي ضره. لا لكن مرات تكون من الحبيب اقس المها اقوى. لا ما يخالف، بها طعم. والله بها طعم. هذه مسألة. خليني استاذ رسلان اوضح فد موضوع. للأمانة، للأمانة وامام الله سبحانه وتعالى، وخلي الناس انه يعرفون الحقيقة. عباس عبد الحسن الرجل حاول اكثر من مرة انه اوصل الرنين حتى يتم الصلح يعني ويتراضون. من اتصلت برنين كانت يعني موجودة ولكن قالت راح اسافر، قلت لها على ما اجي من البصرة كذا، فسافرت لبنية. بعدها أنا هملت الموضوع، عباس يمكن مالح علي بالموضوع، فصار الموضوع برود، وإلا مو تقصد من عباس عبد الحسن أنه ما يقدم اعتذار الرنين. وعباس حتى لو واحد عدش أقوى طلاب هاي جاي سولف لك إياها، جاي سولف لك إياها للأمانة. بس اللي ثار رنين شنو الموضوع؟ مو برنامجي، لا أحد البرامج الشعرية، برنامج آخر طلع به عباس عبد الحسن بعد برنامج توارد، ايضا اثار الموضوع هنا رنين. لا هو كانت ضيفه هي واثارت الموضوع. لا قبلها حبيبي، قبلها طلع عباس عبد الحسن بنفس البرنامج ايضا ذكر رنين. صح، تمام. فهي هي هنا اختارت نفس البرنامج حتى ترد علي. صح، فالموضوع مو موضوع توارد. بس هذا للتوضيح. بس هو الحركه اللي سواها كانت في برنامج. المهم هذا ما كنا مثل ما يقولون. ألف تحية لأبو الفضل. ألف تحية لك. كل الأسماء اللي نذكرها يعني أنت ما تتقصد تثير المشاكل. لا مستحيل. بعدين يا سيد اليوم أنت حضرتك أستاذ مقدم وأنا يمك ضيف. لا أنت أستاذ. الله يسلمك أخوي. أنت من تسألني أنا أعرف شلون أجاوبك. صح. وإذا جاوبتك جواب خاطئ أنا أتحمل مسؤوليته مو حضرتك. صحيح. تمام. صحيح. فالمقدم ما مسؤول يعني. والله صحيح. هاي نقطة جدا مهمة. أحسنت. الله يسلمك سيد. الله يحفظك. بعض الأحيان أثير التميمي يمدح شخص. نعم. برنامج أو مرأة أو شاعرة أو بغير برنامج، مثلا نزار الفارس. نعم. ممكن الضيفة أنت هيك مبدع وهيك واحدة قلت نزار. نعم. ما يفتي. نعم صح. هاي شنو؟ صحيح. متناقض هذا. أنا لا والله استحق أقول لك. أسولف لك؟ سولف. خلاص سولف لك. انا ترى استحي منك اكثر. لا والله موضوع هذا موضوع كلش طبيعي. اثاره طبعا تحياتي احمد هيثم ايضا سولف بنفس الموضوع. والله تمنيت قسم بالله تمنيت انسال هذا السؤال. أحبك. الله يسلمك. واحتراما لك استحي اسالك. الله يسلمك. الله يسلمك. لا احنا خلينا نوضح الموضوع. ليش انه البعض. يلا انا قلت لك اذا كشاعر وكمقدم تفصل لي اياهن. اوكي تمام. كشاعر كمقدم تفصل لي من أقول هناك وأقول هنا. نزار الفارس ما عندي إشكال عليه نهائيا قبل ما تطلع يعني الإشكال بيني وبين شهد. ألف تحية. ألف تحية الشهد. الرجل قطع مقطع مقطع أثير، كتب أثير يقول أنا ما أتابع شهد. طيب أنا بالحلقة قلت له شهد صديقتي حافظها. قال لي ما تسمعها باليوتيوب؟ قلت له لا ما اسمعها باليوتيوب، اروح لليوتيوب واسمع شهد؟ لا. ليش؟ لانه قلت له انا اتصال مباشر بيني وبين شهد. صح. علاقتي قويه بها. يا اخي المفروض هذا الكلام يوصل كامل. صح. قطع المقطوعه من اجل الشهر. انا اتابع شهد، فمن تطلع هذا الكلام صعب. صح. شهد تنجرح. حتى البرامج الساخره شهد تنجرح والناس تاخذ علي موقف مو حلو. صح. تمام. فهنا أنا بصراحة توترت أعصابي، والدليل أنه ممكن بردة العلاقة بيني وبين شهد وهو كان سبب. صح. فمن أقول عليه إعلامي فاشل. قلت بالضبط. قلت إعلامي فاشل. تحياتي إلى الآن علاقتنا طيبة يعني بيننا السلام موضوع طبيعي. من قلت إعلامي فاشل. إعلامي فاشل بهذه المسألة. المفروض تكون منصف يا سيد رسلان. اليوم من أسولف وياك موضوع توصل للناس كما هو، لا تقطع منا جزء. صح. وتطلعني بوجه اسود قدام الناس. صح. نعم. شيء بشيء يذكر قضيه جدا مهمه مو فقط انتهى وقعت بيها. رجال دين مهمين مثلا جاي يستشهد بمواضيع سلبيه يريد يوصل رساله من خلال هذا الموضوع،
شي يسوون؟ يقصون من جاي يحكي بهالموضوع، شي ينشرون؟ باح هذا السيد المعمم، باح هذا الشيخ، شوف اللغه اللي يحكي بيها. هو ما يدرون ايش يريد يقول وراها، فهاي يوقع بيها منو؟ حتى احنا نحكي بموضوع مثلا يقصون الكلام اللي جاي نحكي بيه، ما يعرفون اللي جاي نكمل وراها، فهي هاي مشكلة. وخلي اجيك بعد اكمل لك حتى اريحك للاخر. راح تقول لي في يوم من الايام ذميت رنين كشاعر، تمام؟ وبعدها رجع انا ايش سولفت لك؟ قلت لك اني افصل بين اني شاعر وبين اني مقدم برامج. لكن انت كمقدم برامج، برنامج شعري المفروض تكون كراي واحد، انت ما جاي تقدم برنامج مثلا مثلا سيد على البلوغريه، جاي هم شاعر تستضيفه شاعر. سيد انت ما مقتنع كشاعر. سيد انت لا تقنعني، لا تقنعني، كل ضيوفك انت مقتنع بهم، لا تقنعني. الله يشهد، كل ضيف يجيني انا خادم وطفل صغير يمه، ما طول اجانا وقدرني احترمه. هذا الموضوع، هذا موضوع الاحترام منتين من عنده سيد، موضوع الاحترام منتين منه. ولكن انا جاي اسولف لك على مبدا وقناعه بفلان، يعني مقتنع بي حضرتك نفس ما مقتنع بجابر الكاظمي. اتحداك، اتحداك ما تقنعني. خلاص خلاص، هي مساله اقتناعات. جاي اسولف لك، جاي اسولف لك. فاحنا مرات انه نحتاج هذا الشخص يا اخي، احتاجه، احتاجه، يمكن عنده جمهور يخدمني، يخدم برنامجي. هسه حكيت بخت، تمام؟ حكي عدل، اي فانا لا الناس تظل تشلب انت ذميت رنين بعدين يا اخي، يا اخي نطيت رايي بها شعر، بس بعدين انه رجعت علاقه طيبه بيني وبينها، بنيه صاحبه موقف في يوم من الايام شالت التليفون. يعني اذا صار عندك موقف وياها صارت شعره زينه؟ لا 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 حبيبي، لا جاي اسولف لك علاقه انسانيه. صارت علاقة برنين علاقة إنسانية أخوية بعيدة عن الشعر. تمام. اليوم أنا من أتواصل وياها، ما أتواصل بها أسمعها وتسمعني، لا. تمام. أتواصل بها سلم عليها، سلم علي، نعم نعم، ولها جمهورها وعندها متابعين طبعا، تخدم برنامجها طبعا. هذا حكي عدل، هاي وحدة. اثنين، مو من حقي أنا كشاعر وصلت إلى قناعة تامة، مو من حقي أنا كشاعر أجي أقيم شاعر آخر. أحسن. مو من حقي، ليش؟ احنا اثنيننا بنفس المجال. أحسن. نعم، شكرا أستاذ، يسلمك، أجوبتك مريحة. الله يحفظك، والله العظيم. وأنت مريح تدول وجهك يا حبيبي. هسه احنا بقرا، شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ شو رأيك تطلع فاصل؟ أنا أطلع فاصل. فاصلي. طيب كاميرتي وين؟ كاميرتي هاي. أحبتي فاصل قصير وراجع لكم. الفقرة عندنا فقرة شي تحب وشنو رأيك؟ نعم، يعني الصورة شي تحب بس الفقرة شنو رأيك؟ طيب فراح نطلع أول صورة، شنو نطلع؟ بنكية علم العراق، عظيم، يعني مال أنه تظل قاعد، ولكن ما أريد أسويها مثل باقي البرامج ولازم أقوم أوقف وأروح أبوس العلم، فمحبتي لا أكبر من هذا الشيء. الله الله، شارع الفريداوي الله يرحمه، ألف رحمة على روحه. ألف رحمة على روحه. علي والله ألم، ألم ترك بداخلنا. صح. نوجعت والله بصراحة، يعني ما أدري الصدمة اللي بيومها اللي سمعت خبر وفاة علي، صدمة صدمة ما كنت أتوقعها يعني. الله يرحمه. خسارة والله. إيه والله خسارة. إنسان طيب. إيه فعلا، شاعر. شاعر مهم. الله يرحمه. الإمام السستاني. لا تعليق. أثير التميمي علق للعظيم، والله ما ممكن. أبو محمد رضا هذا نظام السابق. نوجعنا هواي بسببه والله. مريتوا بعوز بسبب ذاك؟ شنو سيد، يعني خلانا وصل للأسف الشديد الجنوب إلى مرحلة أنه هذا النوق وننطحنا وناكله. مو راحت هالأيام الكلج. الله يكفيني شرها، ما مجربها يعني. وان شاء الله ما اجربها. يا رب. أي. يا رب. بس هاي مقيدتني بمشاعر اتجاه. شنو التقييم؟ ها؟ مقيدتني محبة بيك. فدوره. والله. فدوره، كان اموت عليك. فدوره هذا. اخوي وحبيبي. اوه جواهري. الكبير. شاعر العرب الاكبر. الكبير الجواهري. اي. والله يحتاج لنا. يحتاج لنا جواهر اليوم يجينا حتى يؤدب الشعر من جديد. اي ولو موجود الكبير جابر الكاظمي. نعم. اي نعم. اديب جابر. أي. اسم مهم. أي. خارطة الشعر جابر الكاظمي. يا اخي هذا الرجل
سيد نتقول شاعر شاعر، نتقول أديب أديب، إنسان إنسان إنسان. أنا أول شاعر مع احترامي لكل الشعراء، مع احترامي لهم أجلهم وأحترمهم، ولكن جابر الكاظمي يختلف عن كل الشعراء بالعراق. شلون؟ ما له نظير. وجهه نظرك اخلاق اخلاقه ما توصف. ولما نشوفه انسان رائع جدا. أيوه. واديب تاريخ. يستحق كلمه اديب. تاريخ من تقول اديب فعلا جابر الكاظمي اديب. فعلاً. نعم. خلصت فقره شنو رايك؟ طيب. هسه فقره تنجح واربح، هنا تسكن العبارات. فاصل وانجح واربح. وصلنا الى البارت الاخير وفقره انجح واربح. استاذ اثير، طيب كل سؤال اسالك تجاوب عليه اعطيك حرف من رمز عراقي، بعدين تجمع الاحرف وتعرف من هذا الشخص ونعطيك درجه نهائيه، واللي يفوز اذا اخذت 100% لك جائزه من البرنامج. انا جائزتي شوفتكم في دول وجهك. والله. احنا جائزتنا بقصائدك. الله يسلمك. كل ضيوفنا حقيقه الله يسلمك نفخر بيكم. الله يشرفونا، اي واحد يجينا يشرفنا. وللامانه البرنامج احس به متعه، يعني شيء مختلف في دول عمرك. أيه. انت الممتع والمهم. الاسئله كالتالي. نعم. السؤال الاول، اين تم التقاط اول صوره فوتوغرافيه؟ راح اعطيك ثلاث خيارات. طيب. المانيا، فرنسا، السويد. يعني معلومة ما عندي يعني، ولكن يمكن أقول لك فرنسا. فرنسا جاوة صحيحة. صحيح؟ والله صح. إيه؟ شون عرفت فرنسا هذا حرف الزار؟ ما أدري، قلبي يقول لي. قلبك دليلك؟ خليها. ماذا يطلق على خادم الكعبة أو الضريح؟ أو الضريح، لكن لغة تلفظ ضريح بالضاء مضاء. يعني احنا هنا جاي نسميه الجيم. اي هو تقريبا شيء قريب. ايه. حرف سين اول شيء. اتقرب لك اياها. ما اعرف بس سادن. احنا. سادن. سادن؟ اي سادن سادن. سادن. يعني يقول هذا سادن، هاي سادن الضريح يعني خادم. والله ما مر علي. سدن ليش يقول له سدنة؟ سدنة الضريح، سدنة العتبة. انا اللي اعرف انه قيم او خادم الضريح. تمام. نعم. من اول من استخدم الدروع في الحروب؟ اعطيك خيارات. اعطيني لان هاي المعلومه مر علي. الاشوريين ام الغساسنه ام التبابعه؟ هاي الخيارات من قلبه طبعا. طيب كيفك طلعتهم؟ بس هي مو هيك. لا لا، اكو واحد منهم ضمن صح. التبابعه اللي هم اليمنيين. نعم. ام الغساسنه اللي هم حكم الغساسنه، ام الاشوريون؟ والله اعتقد الاشوريون. صح، جابه صحيح. أي. صحيح. لكن التبابعه والغساسنه انا ضفتها لان هي ما عندي خيارات ثاني. نعم. بالاجوبه، ولكن انا جاي اسهل لك اياهم. طيب مو يضيف ترى اسوي الخيارات بس انت انت زين. انت زين في دوره، انت زين وابن زين. السؤال الرابع، اين يوجد البحر الوافر في الشعر؟ هسه شو اقول لك؟ يعني شو اقول لك مثلا؟ انت بكيفك. البحر الوافر يعني شنو؟ وين موجود بالشعر سيد؟ ممكن تعطيني السؤال اوضح؟ هو البحر الوافر اي غير بالشعر، يعني شنو وين يوجد بالشعر؟ اي وين يوجد؟ هو قال لي بالوافر. سيد تناصب علي. عم عباس سؤال مو ترى قصه. يعني شو بدي اقول لك؟ موجود غير هو بالشعر. ادري غير تقول لي التناصب علي. هسه عفوا طيحني مو ترى قصه هذا. من هو الشاعر الذي لقبه الرسول عليه أفضل الصلاة وعلى آل بيته بحامل لواء الشعر؟ انطيني الخيارات سيد. الخيارات أنا براسي والله. هل هو عنترة العبسي أم أمرؤ القيس أم طرف ابن العبد؟ طرف ابن العبد. أمرؤ القيس خطأ. لا أمرؤ القيس. وكملها رسول الله
قال وحامل لواءهم إلى النار، حامل لواء الشعر بالإبداع ولواءهم إلى النار أيضا. يعني راح يأخذنا للنار؟ لا إن شاء الله للجنة. إحنا عندنا أبو الحسن علي إن شاء الله هو شفيعنا. والله ما أعرف. لا أبو الحسن سلام الله عليه السلام، لا كل من وأعماله أكيد أعماله السيد. بس محبة أهل البيت لا، علي بن أبي طالب ما يشفع للإنسان اللي ما يستحق. لا احنا اذا عدنا ذنوب ما تستحق علي اكيد ما يصير ويانا. لا لكن اكو قضيه، رب العالمين غفور رحيم. والنعم بالله يا رحمه الله واسعه، رحمه الله واسعه. والانسان اللي يصلي واشياء بسيطه وهاي فاكيد تشمله شفاعه اهل البيت وشفاعه محمد وال محمد. نرجو من الله ان شاء الله، نرجو من الله حسن العاقبه. احنا هسه نتوقع الخير، كل متوقعنات هو اميرك امير المؤمنين وامير العالمين. امين يا رب العالمين. نتوقع. من هو صاحب كتاب العروض في الشعر الشعبي؟ اعطيني اياها الخيارات مالتك. ليش خيارات؟ لا اعطيني اياها بدون خيارات. هذا لا المفروض تعرفه في الشعر الشعبي. انت شاعر؟ لا ما اعرف. ما تعرفه؟ هو الشاعر ربيع الشمر. لا. ما اصل كلمة شايخانة؟ اعتقد تركي. صح، جواب صحيح. وتعني المقهى. مقهى نعم. ايه جاوبتك زين، جاوبتك اسئله. الحلو بالموضوع ايه؟ انه الامور اللي يم الشعر ما جاي يجاوبك عليها. اي صدق يا مفارقه زينه. من الذي قاد الجيش ضد الامام الحسين عليه السلام؟ يزيد قصدك؟ معركه الطف؟ ايه. عمر بن سعد. صح، جواب صحيح. هسه خلصت هنا الأسئلة. إذا تريد أجاوبك بالرياضة شلونك؟ يعني مو بس يعني. من هو هداف كأس العالم التاريخي؟ علي داي. هداف تاريخ كرة القدم هذا كان علي داي ب 109 هدف. أي. حاليا كريستيانو رونالدو كسر الرقم، صار عنده 116 هدف. هذه المعلومة مال كريستيانو أنه كسر الرقم، بس اللي أدري به علي داي يعني. كان 109 لكن مو كأس العالم، مجمل أهداف كرة القدم. أحكي لك كأس العالم راح احكي لك اعطيك خيارات. نعم. كلوزه، ام مولر الالماني، ايضا كلوزه الماني، ام مولر، ام رونالدو البرازيلي. رونالدو لا ما اعتقد. منو؟ والله سيد قلت لك انا مو مطلع جيد بالرياضه. اول هداف لكاس العالم اللي هو كان عنده 14 هدف هو مولر الالماني. نعم. بعدين رقم انكسر بال 2006 رونالدو البرازيلي بهدفه ضد غانا اللي هو سجل الهدف الخامس عشر. نعم. بعدها بكاس العالم 2006 كلوزه ب 2010 العفو 2010 كلوزه الالماني سجل 16 هدف، صار عنده يعني مو 16 هدف بالبطوله، بمجمل اهداف من 2002 الى مشاركاته 2010 سجل الهدف رقم 16. حاليا كلوزه الالماني. معلومات حلوه سيد. إيه حلوه. اي لا حتى الضيف اللي يجيك معلومات تخدمه طبعا، وايضا اليوم المشاهد يستفيد منها. فحييك يعني والله. ايش تريد هسه اسالك بعد؟ ادب، رياضه، فن، شنو لازم تسالني بعد؟ كيفك انت اذا تريد. خلصت اعطيك الاسئله؟ خلصت لو بعدك. خلصت انا بس اريد نستمتع يعني بالاسئله. استمتع، اسالني. انا احب هاي السوالف مالتنا. سولف لي بيهن كلهن. ايش عندك؟ والله سولف لي. لمن هذا الهزوجه؟ طوب احسن لهم قواري سيد. ها سيد. خلنا نختم. يلا استاذ اثير حبيبي. من هو الشاعر؟ شاعر هو طبعا. ايه. هذا احرف اللي طلعت اياها، هو رمز عراقي. من هو؟ انا هسه الاحرف اشوفهن. ايه؟ ما انتبهت لهم. اسمه زامل. زامل سعيد فتح. صح. ألف رحمة على روح. ألف رحمة على روح. رحمة الله عليه. أي. هذا رمز العراقي. أخذت 50 من 100. أي أعتبر يعني ناجح بشوفتك. ناجح. أنت ناجح بالشعر وبالتقديم. الله يسلمك. وبمحبة الناس. الله يسلمك يا حبيبي. وأنا جدا أحبك. ممنون. طيب القلب ونقي. ممنون يحفظك الله يسلمك. الله يشهد مو وراك حاجة. أثير تيمي ما عنده عقدة. الله يحفظك سيدي. يتقرب مني يشوفه ما عنده عقدة وطيب القلب. الله يحفظك يسلمك. شكرا لك يا حبيبي. نختم قصيدة لوالدتك، لأن أنت دائما تقرأ قصائد لوالدتك، فأريد أنا عاجبني أسمع على والدتك. تحية إلى كل أمهاتنا العراقيات. إن شاء الله تأمر يا حبيبي. وسات الجبين الطاهر.
يا بعد العافية يا بعد العافية اش خيرش تلوجين وجعت قلوبنا وبس الله يستر يم ثغر اللي ما بطل دل اللول اش عجب الحشاية منك قوة تنجر يما يما المال أم من ضحكته يخاف ووجه البيت قبل وجوهنا اصفر إذا مو تشفتي لم بيتنا انتي تروح أمه يحس ببيتهم بر وعنش راح أسولف بالحكي الجاي بلك الله على وصفك قلمي يقدر الشمس شنه الشمس من مغرب تنام فنها تقلد أمه وليلة تسهر وشنه القاع تفتر مرة باليوم وأمه من الصبح لليل تفتر ركض قضت عمرها الهاذ والذاك هسا على النفس ما عاد تقدر ترى عليك المغذي توارد وياي تقابلنا ومن اللي يبكي لك اكثر الحراره اللي بالمغذى هاتنا عليك الازرق لونه حطه بروحنا احتر ويهنيال البشر قبل ما ذا مات وتجي له القبره مو هو اللي يجيها التجي له بنومته تبوسه وتغطيه ترى بتابوت فشله يشيل بيها الوقفه لعمر يم عتبه الباب يجي الباب القبر يوقف عليها بعد ياهل تقل له شبيك تعبان وتصعد للدعاء بشفديه وبعد ياهل تحل شيلتها الغروب ويحل باب السما الخاطر بشيه نبض قلبه وقف من شدة الخوف ورجعت للنبض رجفات يديه عمر تحضني ما دفعتني فد يوم وهسه بكرسي يدفعها منجيه إلهي انطيها حيلي الفاقدة الحيل صحة بلا يا أم ما أشتهيها وسلامتك سيد الله يحفظ والدك الله يحفظك يحفظ جميع الأمهات الله يخليك ويحفظ كل أمهاتنا العالمين آمين يا رب العالمين شكرا لك أستاذ الثير شكرا لك حبيبي ممتع ورائع ونجم مهم الله يحفظك سيد شكرا لك يا حبيبي وأتمنى لك التوفيق وشكرا للكادر شكرا الله يحفظك يا شكرا لسعد رحيم شكرا لكل الأخوة المصورين اللي كلش أحبهم وتعبيهم إحنا والله يحفظهم إن شاء الله يا رب لكن تعبنا راحة مو شكرا لكم وشكر موصول لكم محبة المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين في أمان الله.